دخلت برامج تواصل خلاص صدق صدق انه لازم تفوز، يعني مثلا زي القستات في التيك توك او مثلا برامج واقع. ليش تدخل تفوز؟ ليش ما يكون عندنا ثقافه ابغى ادخل اخسر؟ ايش ابغى ادخل اخسر؟ لا ليش ما تقول ابغى انول شرف المحاوله؟ لا ايوه ابغى اوصل وهدفي ما واحد. لا لا ابغى ادخل اخسر كذا انا مش عارف خساره شفت اخسر. طيب مخصوم يا جعيدي انت ومسفر مخصوم. لا ايوه انا ليش اللي فريقي؟ انا عشان فريقك تقاطع يا شباب. انا مشيت على نظريتك. خصم خصم على الجعيدي وعلى لا 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 هذا مش على نظريتي. ابو جعيدي مش على انت معطينا السؤال اللي نجاوب كل واحد. والله اني ترى اتكلم من جد واللي يبغى يناقشني ما في مشكله. طيب انا ابغى ادخل اخسر، ابغى ثقافه اني ابغى ادخل اخسر. طيب خليك في بيتك واخسر. ليه ابغى اجي واخسر اناقشك؟ ايش ابي ابين فشلي للناس؟ كلنا بنفوز. بيرفع راسه بفشله بخسارته. جاي عشان تخسر. لا لا اتكلم ليش ما تكون عندنا الثقافه هذه؟ شوف ما في مستحيل. تبي ترفع راسك بخسارتك وفشلك امام الملا. صح صح لان اللي ثقافته كذا هو فاشل. لا لو جبت شباب دقيقه تخسرون عشان اسكت. لا هذا وجهه نظري. هذه ثقافته اللي داخل وهو يبغى يخسر في اي منافسه هذا مع احترامي الشديد له فاشل. يا جماعه لحظه قاطعوا انا اشرها علي انا اللي يعني حاولت اني اضبط الوضع. بالعكس الحوار لكن جميل. سؤالك خصم مره خايس. لا بساله بجاوب ومعناه مره خايس. انا اشوف خلاص شباب ليش ما انا هذا شخص انا شخص عشان كل حالك. لا لازم ندخل نفوز. ليش ما تقول تفوز؟ والله ندخل قصات في التيك توك عشان اخسر. انا بقول لك عادي ليش ما تقول يا علي وانا جربت الشيء هذا واقبل وامشي. انا جربت الشيء هذا معه. اسمع ليش ما تقول ليش ما ارضى بالخساره او تقبل؟ هو اقصد طيبتك. لا انت تقول ليش ما ابغى برنامج في خساره. لا يعني هنا انت داخل على انك تنافس لكن لما تخسر فالمفروض لا يبي يخسر. دخلت عندي في ابغى ادخل اخسر علي.